قرارات مهمة جدا مش بس في الوزارة ولكن أيضا في المجلس وعندنا انتخابات برضو لاتحاد الغرف السياحية يوم 31 أكتوبر. فلسه كنت بقول تحت إنه شهر أكتوبر هو شهر النصر وإن شاء الله نعبر بقطاع السياحة لي يعني عايزة أقول انطلاقة مختلفة يحقق مش بس طموحات الوزارة ولكن أيضا طموحات جموع المصريين. لأن أنا دايما بقول إن كل مصري في الحقيقة هو وزير السياحة. كلنا كبرنا وتربينا شايفين الهرم، شايفين البحر الأحمر، شايفين البحر المتوسط، اللي كان بيصيف في اسكندرية، اللي كان بيصيف في المعمورة، اللي كان بيصيف في راس البر أو جمصة، اللي كان بيروح لطفه في يعني رحلات المدرسة ونص السنة والكلام ده كله. فكلنا الحقيقة كبرنا بنحب سياحة مصر، بنحب أماكننا السياحية، واللي عايزين نعمله مع بعض في الفترة الجاية نتكاتف مع بعض عشان نقدر نخلق التوعية والتثقيف الداخلي، عشان الحقيقة كل مواطن مصري له دور كبير جدا في إنجاح منظومة السياحة. ويمكن يعني تيجي في الفترة الجاية لقاءات مختلفة ليا في الحديث، ولكن أحب أضيف هنا إنه من أهم الأمور اللي هنركز عليها في المرحلة القادمة هو يعني برنامج متكامل للإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة. البرنامج ده إن شاء الله برضه هنطلقه في شهر أكتوبر بالتفصيل، وهيبقى لنا لقاء منفصل في مؤتمر صحفي آخر منفصل للإعلان عن المحاور بعد ما نروح مجلس النواب ونبقى هناك تنينا بالترشيح. ولكن المهم جدا جدا إنه فكرتنا عن السياحة وعن الأمور اللي محتاجين نعملها في السياحة تكون مختلفة. الموضوع مش بس أعداد سائحين، مش بس إيرادات تيجي من الخارج، ولكن الأهم من ده إن إحنا نخلق بنية تحتية سواء من العنصر البشري أو من الفنادق أو من الترويج والتسويق اللي هو محورنا النهارده وهنتكلم عليه باستفاضة، إن كل المحاور دي تكون مبنية على أسس علمية على أسس صحية تقدر تساعدنا إن إحنا ننطلق بالقطاع مهما كانت الظروف المحيطة بينا، فنكون قطاع قوي يليق بجمهورية مصر العربية، قطاع منافس لأن لينا الحقيقة منافسين.